نحن عندما مثلا نريد ان نحلل الهجوم على الدار، قضية الهجوم شلون نحللها؟ اكو رواية صحيحة في البخاري غلط هذا الكلام. جمع القرائن تجميع القرائن كيف يكون مثلا؟ أولا أدرس شخصية المهاجم هذا المهاجم الذي هاجم الدار وانتهك حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله شنو شخصيته ما هي نفسيته إذا اكتشفت من خلال الحقائق التاريخية أن هذا الرجل رجل فظ غليظ المرأة الحامل عندما تراه تسقط حملها هالشكل هذا أولا. ثانيا: الأشباه والنظائر. أشباه والنظائر يعني شنو؟ أشباه والنظائر يعني في المواقف المماثلة مع من اعتبرهم خصوما له، شلون كان يتعامل؟ هذه هي القضية الثانية. طبعا انا مو الان في صدد هذا البحث ولكن كمجرد نموذج ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغه من هذه الطبعه المجلد الاول صفحه 134 ينقل قضايا عجيبه يعني انتم لاحظوا شخصيه هذا الرجل ولاحظوا موقفه في الاشباه والنظائر يقول عندما أخت أسلمت وزوج أخته سرا لأن كانوا يخافون منه يقول علم بذلك يقول فإجى إلى البيت فقال ختنه ختنه يعني زوج بت أرأيت إن كان هو الحق ويمكن يكون هذا حق لعل الإسلام حق لعل النبي حق فوثب عليه فوطأه وطئا شديدا منطق الوطأ يعني الدوس بالأرجل هذا كان مستمر من البداية إلى النهاية فجاءت أخته فنفخها بيده يعني ظاهرا ضربها فدم وجهها هذا منو يقول هذا عالم من علمائه في صفحة 137 في صفحة 139 عندما النبي صلى الله عليه وآله توفي استشهد الناس قالوا النبي مات فجاء الآن ليش هذا الموقف هذا يحتاج إلى تحليل قائلا إنه لم يمت لا النبي ما مات من يقول النبي مات لا النبي ما يموت الله يقول بالقرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال لا ما مات ولا يرجعن النبي النبي غاب وسوف يعود فلا أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات كل واحد يقول النبي مات النبي سوف يرجع ويقطع إيده ورجله فجعل لا يمر باحد يقول انه مات الا ويخبطه، يخبطه خبط يخبط يعني ضربه ضربا شديدا. اذا واحد يقول النبي مات هذا يضرب ضربا شديدا ويتوعده. نحن مو في مجال الانتقاد الان، مو في مجال النقد. إحنا دا ندرس شخصية هذا الرجل وكيف يتعامل مع من يقول ما قاله القرآن يقول في صفحة 135 فكسر سيف الزبير هجم على الزبير لاحظوا الأشباه والنظائر وكسر سيفه ودفع في صدر المقداد ووطأ في السقيفة ذاك الوطأ الأول هذا الوطأ الأخير ووطأ في السقيفة سعد بن عبادة سعد بن عبادة سيد الخزرج ليش؟ لأن قال منكم أمير ومنا أمير أنتم تردون الإمارة لكم أمير ولنا أمير فأخذه ووطأه وقال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا وحطم أنف الحباب ابن المنذر ظاهرا بوكس ضربه قاعدة في خشمة في أنفه فحطم أنفه الذي قال يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك أو المحنك وعذيقها المرجب إذا الرجل اللي يحمل مثل هذه الشخصية هذه النفسية جيد هاي قرينة أولى القرينة الثانية اللي عامل خصومه بمنتهى الشدة والعنف سأل الان شنو تبرير ذاك بحث اخر هسه برروا له برروا مو كلامنا في ذلك في التبرير ولكن هذا رجل عنده منهجيه القاعده القاعده مبتنية على تلك المنهجيه سعد بن عباده هذا الذي وطأوه في السقيفه بعدين كتلوه وقالوا الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الجن، الجن قتلوا سعد بن عباده وقالوا نحن، الجن يعني قالوا، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده، ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، الجن يرمون بدقه راحت في فؤاده فلم تخطئ فؤاده، جيد هذا اثنين، هاي القرينه الثانيه القرينة الثالثة من روى روايات الهجوم على الدار؟ من راويها في حساب الإحتمالات يمكن العدو يروي رواية خب له قيمة احتمالية معينة ولكن إذا الصديق يروي المدافع يروي الذي يعتقد يروي اللي في ضرر ان يروي هذه الروايه القيمه الاحتماليه ترتفع ارتفاع كبير القاعده الفقهيه والقانونيه اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او جائز من اللي راوي هذه الروايات انتم لاحظوا كتاب الهجوم على بيت فاطمه صلوات الله عليها، في هذا الكتاب من صفحة 154 إلى صفحة 217، يعني أكثر من ستين صفحة، يذكر اعترافات علمائهم، مو علمائنا. يذكر اعترافات أكثر من ثمانين من علمائهم أربعة وثمانين واحد ينقل اعترافاتهم وواحد من هؤلاء ابن تيمية ابن تيمية معروف معروف بتشدده ضد أهل البيت ضد أتباع أهل البيت وله منهجية حتى هذا يعترف بعد اكو مجال للتشكيك؟ اذا ابن تيميه يعترف يتمكن واحد يجي يشكك؟ يقول ماكو في صحيح البخاري؟ ابن تيميه في كتاب منهاج السنه النبويه، طبعا الكتاب ما عندي الان، لكن اكثر من مصدر نقلوا عنه في المجلد الثامن صفحه 291. ابن تيميه يعترف بالهجوم على الدار ولكن يبرر هذا الهجوم. ما ينكر هذا الهجوم يبرر تبرير أقرأ لكم عبارة ابن تيمية أنا هاي العبارة قرأتها في مصدر آخر منقول عنه يقول نحن نعلم يقينا أن فلانا لم يقدم على علي بشيء من الأذى حاشاه هل يمكن ان يؤذي عليا؟ ابدا، ولا على سعد بن عباده المتخلف عن بيعته اولا واخرا، ما يمكن ان يؤذي سعد بن عباده، الجن قتلوه، وغايه ما يقال انه كبس البيت يعني هجم على البيت. لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه في بيت علي وفاطمة اكو احتمال أموال اكو مجمدة هناك أموال المسلمين انما يريد الله ليذهب عنكم الرس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قطعا وحده من اهل البيت فاطمه صلوات الله عليها. سأي شيء يكون المراد بأهل البيت. فاطمه من اهل البيت. لعلها ضامه اموال في بيتها. اموال منو؟ اموال المسلمين. ومنين اجتها هاي الاموال؟ إذا في بيت فاطمة صلوات الله عليها أكو أموال رسول الله أعطاه هذه الأموال إذا أكو لعله أكو هنالك أموال بعدين أكو هذا الاحتمال أن يكون هنالك مال أن تكون هنالك أموال خب دزوا فد وفد فد جماعة فد رجل فد امرأة حتى يروح يفتش في الدار ماكو احتياج الى الهجوم على الدم اكو منهج اخر ايضا انه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه علي وفاطمه حبس هذه الاموال عن مستحقيها ولكن هذا الرجل قلب يحترق على الفقراء والمساكين لا جوعا وألما خطية الآن الظهر صاير جواع زوجتهم تطالبهم بالمال يريد أن يأخذ هذا المال من بيت علي وفاطمة ويعطيه لمستحقي وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط أبدا باتفاق أهل العلم والدين وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين أربعة عالم من علمائهم وكاتب من كتابه يعترفون بذلك راجعوا كتاب الهجوم على بيت فاطمة 84 واحد عندما تجمعون هاي القرائن تصلون إلى وقرائن أخرى لأن إحنا الآن مو في هذا المجال هذا مجرد مثال عندما تجمعون هذه القرائن تصلون إلى مرحلة اليقين العلمي بل تصلون إلى مرحلة اليقين الرياضي حتى اذا بالبخاري ماكو حتى اذا في صحيح مسلم ماكو